الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. وكتابك إني صحيح الترغيب والترهيب لشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ودرس جني بقول أفرتني اللي حاد وحنا كبل أمني يا حديث كرغم كيس يا صدح كون أفر بقول يسديتني الصقال. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب بورنتي اللي يسكو بوري فريتانك اللي يسفري جوبابدي اللي يسكو جوبابي وبابيه في كلمات كلمة يويرو لحدود كلمة هاي يويرها سو يقولهن أو أرنيو من مات روحي أودنتي له إسد ميت مدنتي أودنتي وحا أورني قف دنتي أهل كيسا مقرابة ومسلم قف كيسو حادرة وحا أورني وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوري إذا حضرتم المريض متك شران مركات سو حادرتان أو الميت أما متكلم تيا وقت جمرك على من يسكرات كوشرة فقولوا لها خيرا خير له أكتي سخير كدها محيلا فإن الملائكة ملائكته تؤمنون وحي آمين سنسى على ما تقولون وحد ليذهين واتشبنا يي واهوغنا يي ننكي ريركو أفكا كل يهددو حاتر هذان آمين بيليض. قالت وحي تري فلما مات أبو سلمة أبو سلمة مركول انتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال نتك فقلت وحن يا رسول الله رسولك الله يو إن أبا سلمة أبا سلمة قد مات وادنتي. قالوا حرقولي وحاتر هذا اللهم اغفر لي إله إدم داف أنيغ إيه وله يسقب إله إدم داف وأعقبني إله يو إعربه منه حقي سعقب عرب دنبيد حسنة ونكسر وأعقبني إله إيقظ المري منه حقي سعقبة حسنة العلو دنبيد ونكسن. فقلت ذلك أرن كاساني فأعقبني إلهي وحوئي عربي وإيقى ذا المري من روحه ويسوه خير لإيقى خير بدن منه حقي سا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد با إلهي إيقى ذا المري أن سوجو نغض. رواه مسلم هكذا بالشك مسلم باورنا يشك بكوري إذا حضرتم المريض أو الميت. وابو داود والترمذي وابن ماجه اياه يغن وي وريين الميت وي وريين اذا حضرتم الميت بلا شك. وعنها ام سلمة وحال قوري قالت وحيتري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايان مقل يقول السقولي ما من عبد ادون مشر ادون كو تصيبه اي اصيب يسو يعني مركا مصيبة مصيبة اي اصيب يسو كل عيس او فيقول ورنا يا انا لله أنه إلهي وأن أصغنانا وإنا أنقنا إليه حقي سان راجعون أولا وننا اللهم أجرني في مصيبتي إله إذا أجرسي مصيبة إذا إله إذا أجرسي وأخلف وحديق ذا المرسالية أنيق خيرا وحكا خير بدن منها حقي إذا إله سبحانه وتعالى إله إيق ذا المري إلا أجره الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وكا أجرسي في مصيبته مصيبة سلح دي سكاة شرسية وأخلف له حقوق ذا المريا خيرا وحكا خير بدن منها حق هذا. قال ذو حيثري فلما مات أبو سلمة أبو سلمة مركور انتي أيان قلت وحننا أي المسلمين مسلمين تمت كوديبا خير كخير بدن من أبي سلمة أبي سلمة يا كخير بدن هذه يقول هوين إذا ننكيدو وعجائب بوليه موقت تذكرنا نوقوق يوم بدن يهب وليه. أول بيت قرك يجوه الرئي وهاجر هجرو ذيب وها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى حقيس ثم دبتنا إني أنا وقلت هواني لكلمة دي كلمة النبي كلها بلدباني فأخلف الله لي إلهي بوحي جدال مري خيرا وحك خير بدن منه حقيس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بوحي جدال مري. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحده إذا مات هدود انتو ولد العبد أدونك ولدك سي إلمه سي هدود انتو
قال الله تعالى إلهي بأوحورنيا ملائكتي مركي ريبوت كوجينيس لملائكتي ملائكتي سوحورنيا قبضتم مقبضتين ولد عبدي أدون كي يلمهيس قبضتم بمعنى وسؤال قبضتم أي أقبضتم مقبضتين ولد عبدي أدون كي يلمهيس مقبضتين فيقولون وحورنيا نعمها فيقول الله حرني ماذا قال عبدي أدونك يقوم حجري فيقولون حرني حميدك أوكم هدي أو استرجع أو يعني مسؤول استرجع صديو إنا لله وإنا إليه راجعون بوي فيقول الله تعالى إلهي وهو حرني أبن أرسى لعبدي أدونك يقوم حاضر استان بيتا قري في الجنة جنة الحيضة وقرسى وصموه كم قعاب قري أسنى مقعي عيسي بورك أدو سمين سان يا استانتا ادويا لسامحه وبيت الحمدي قرقي ما هدين تقوم قعاب رواه الترمذي وحسن وابن حبان في صحيح انه الصبراء لدون يقفكم مرك جيريه تعسيه كوتي مادو سيدا الصومالي انتو يرا هدو مرك لا اسك صبر انه يهدان الصبر ان محا اي سو نقوني وصبر عال او عيل قبا كاس كاسو كلا لما اقول الترغيب بورنتي ليسكو بوريب باب هي فرتان كي ليس فري في حفر القبور قبور تقديتان كذي يو تغسيل الموتى دتك دنتي ان لا دقه كو دنتي يو تكفينهم كفنتودا حقوق داي كل يهين دهلدود يا دتك مسلمين تا وحوي ان لا دقه ان لا كفمو يا ان لا عص رواه الحاكم باورني وقال وحي صحيح على شرد مسلم يعني وحوج هذا حديث ابي رافع حديث ابي رافع الذي في الضعيف ضعيف كسوى مركا رواية كذا صحيحة وحوي ولفده ولفده سوحوي من غسل روحي دقا ميتا مدر انت روحي دقا او فكتم قري عليه دشيسا يعني وحي عيابا وكوار كي ان شيء غفر الله الهي وأضاف له سقا 40 مرة افرتا شير بوضافا ومن كفن روحي كفما ميتا روح ميتا روحي كفما يعني كساه الله الهي ووحه يا سبحانه وتعالى من سندس واستبرق حريرت مدي هذا شلع صن هي مدي هذا أدق وفي الجنة جنة لحد هذا هذه أيال له هي ومن حفر الروح قد لميت روح مجنت أقد قبرا قبري أو فأجنه غريا قبري قديه سكوا استركوا غريا فيه قبري قديه س أجر إلهي وحوس عت أجر الله إلهي وحوس عت يا الله يسجى من الأجر أجر وحوس عت يا كأجر مسكن سيدي قري أو كلي يعني أسكنه أودغي يعني مركا إلى يوم القيامة إلى مالك قيامها لغاقار قري مركا أودغي يعني أجر كيسي وكلا لسعوثي معناه أودد تشيه بلو تشيه حديثك كلا مركا صدح كون أفر بغل سغاشن يصدح وكسار أي ماشا وغيبت ضعيف كجرا الترغيب بورنتي ليسكو بوريب بابيه في تشييع الميت ميت كي ان لراعه دوكتي جنازتي ان لراعه يو حضور دفنه اسيتان كيسي ان لحاضره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحي حق المسلم روح مسلم كحق على المسلم مسلم كلو كليه ست والح قيل وحلي وما هن يا رسول الله محي رسولك الهي قال وحي اذا لقيته مركز لكولنت فسلم عليه السلام روحي مسلم قال السلام عليكم واذا دعاك مركو كوي لنا فاجبه اجيب واذا استنصحك مركو نصيحك هذا البنا فانصح له النصيحه واذا عاد صهدوه السنه فحمد الله الهي ما هذه سبحانه وتعالى واذا عاد مركو يصده او فحمد الله الهي سبحانه وتعالى ام هدينا فشمته دعي وفرح قلب واذا مرد مركو شردنا فعده بقاء وسوسيار وإذا مات فاتبعه أدول انتنا راع يعني آسكي سي يجناسدي سي دوكتيس رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وحال قول الله يكره للنقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان وحا يقول كيل هذا المسلم روح مسلم كأخو المسلم ومسلم ككلا ولالك لا يظلمه مظلم يا مسلم ومسلم كلام مظلم ولا يخذله مهوشي وقربك سكما بحو ما انت ويكبحين واقوى فلسطين عيل كبضي ويقول حلي والذي نفسي بيده
الله النفطي ذو أيقعنتي سكوتشر تان كل نارتي ما تواد اسمتش على هذا إسناني لبا اسمتش على هذا وفيفرق لك لقي بينهما دحدودا يعني مكا إلا بذنب ذنب إنو كلقيم وياني ذنب قاسو يحدثه وصود الري أحدهما متكود وصود الري لبا استعاله وكالتقى هذا ذلكتو ذنب يقف متكود قليبا كلك حي وكان وحا يقول كير هذا للمسلم روح مسلم كا وحا وصق ناضي على المسلم روح كلا مسلم كادوش يسو وصق ناضي ست لح يشمته وفرح قلنا يا ود عينيا إذا عاد سمركو هند صادق ويعوده بقنيا إذا مرد مركو شرد وينصحه ونصحين يا إذا قاب يعني مركو مقيه أو شهد أما مركو شوغو هدو الله تشهدو هدو أرهو وناقا ويديو انت ونصحين يا ويسلم عليه دوش يسو سلام يا إذا لقيه مركو لكلمه ويجيبه أجيب يا إذا دعاه مركو إيره ويتبعه راعي آسكسين إذا مات مركو لنتو رواه أحمد باورني بإسناد جيد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلي نبي خمس شن من عملهن الروح يكو عمل فلا في يوم مال كتبه الله إلهي باوحو قرى من أهل الجنة أهل الجنة إنو كمدية من عاد مريدا روح ترا روحي بغضا وشهد جناسة جناسة يميدن الراعة وصام يوما مال نصوما وراحة يعني أكلها يعني عرابة ودك دقنه إلى الجمعة الجمعة ودك دقوه واعتق حرية رغبة غورن حرية رواه ابن حبان باورني في صحيحه كتاب الجمعة نبصه هرمري وعنه حال قورنا صحابي يهري قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري وهاي عود المرضى كوة رنبوغدا واتبعوا الجنائس جناسوين كان راعا تذكركم وحيد حصوص نسا الآخرة آخرة إذن حصوص نسا رواه أحمد والبسار وابن حبان في صحيحه وتقدم هو وينوصه هرمري سقيه إيه وغيره في العبادات وينوصه هرمري هنا هلكاس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوري من شهد الجناسة جناسية روحي حاضرة حتى يصلى عليها إلى لقيت كنيو فله قراض بوروين أجر لي ومن شهدها روحي حاضرة حتى تدفن إلى أنت لقى عصيو فله حلي قراضان لب بورود أجر لي قيلوا حلي وما القراضان قراضانكم حوي رسولك إلهيو قالوا حي مثل الجبلين سيدي لب بورود وكلوي العديمين أو وين أجر ليك بولي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي رواية لمسلم وغيره رواية كلو مسلم يغير كدورنا وحيها أصغرهما لبدا بورود مدو ضير مثل أحد أحد وكلواه وفي رواية للبخاري وحيها من اتبع الروح الرعى جناسة مسلم روح مسلم جناسة الروح الرعى إيمانا رمين الله رمين سبحانه وتعالى واحتسابا أشر ضلب وأشر ضلب يروح يرعى أو وكان هذا معه يعني روح عدنتي لشركيسة حتى يصلى إلى لغت كنيو عليها جناسة ذو شيدا أو يفرغ لدمين يو لغ فاروغيو من دفنها آستان كيدي دوغتان كيدي لغ فاروغي فإنه سوي يرجع وصول لابتا من الأجر أشر كي حقي سوحو كالصول لابتا بغراضين لبا أشر أو وين ولبا بورود لك كل قراد قراد كستابا مثل أحد أحد وكلا ويبورت أحد وكلا ومن صلى الروحي تكذا يعني عليها جناسة دوشي دكوت كذا ثم رجع صول لابتا قبل أن تدفن إنتان لآسين كهر جناسة مساجد كمارك اللي قلت كذا مساجد كأرعي كذب نويس كتلي فإنه يسوي يرجع وحلص لابتا بقراد هل أشر ولص لابتا قراد حلقة كيهور اللبا قراد لبا بورود ووين ولص لابتا وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه عامر كان وحوا قاعدا مثفريا عند ابن عمر عبد الله بن عمر اكتي السوفري إذ وقت ضلع وكسوا بحي خبابه صاحب المقصورة مقصورة صاحب كذا مقصورة وامل دنبوه يعني مساجد اكت دبدي سلقاري سيوه نمانك بغرد يكون السنشرين
فقال وحدي يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ميادا مغلين ما يقول أبو هريرة أبو هريرة وحليه يقول وحليه إنه يسوى سمع إنه كما قليب وشيغية رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يقول يسوى له من خرج الروح بحة مع جناسة جناسة لشرك هذا من بيتها قرق هذا كراعة أو وصلى عليها دوش هذا كنت كذا أو اتبعها راعة حتى تدفن إلى لقى أسو كان له حاوس من هذه قرادان لباب ورود أو من أجر أجر كل قراد قراد كستانا مثل أحد أحد وكلوي ومن صلى الروح كنت كذا عليها دوش هذا ثم رجع صلى الله كان له حاوس جنانية من الأجر أجر كحقي سوى حاوس جنانية مثل أحد أحد وكلا أقص جنانيس فأرسل ابن عمر ابن عمر بوح درى خبابا خباب بودرى خبابا بودرى يعني مركا إلى عائشة عائشة أدرى عولي هو وحير أبو هريرة ونقول بدي ورك يسألها حال ويديني عن قول أبي هريرة أبي هريرة قول كيس حال ويديني ثم يرجع وصول لابت ثم دبنا يرجع وصول لابت إليه حقيس أرض عائشة وتقو سو ويديو إيه صول لابت أو فيخبره وقورهم بما قالت عائشة وحيتري وأخذه قاتل ابن عمر ابن عمر قبضة حنطوبه من حسن المسجد قرون حين مساجدك يغلبها حال قد قدني في يده قعنتي سوكو قد قدني حتى رجع إليه إلى وصول لابطي حقي سوصول لابطي الرسول ننكي لدره وصول لابطي فقالوا حري قالت عائشة عائشة وحيتري صدق أبو هريرة أبو هريرة رنبو شاقي فضرب ابن عمر ابن عمر باقول لفطي بالحسى قرورحي الذي قرور حاسو كانها في يده قعنتي سلح ذا كسونا الأرض للك أيو كل لفطي اللي والقه له حجدي والقه له ثم قالوا حري لقد فردنا وانو اسكد يعني واكو قبوت فلني في قراريد قراريدو كثيرة فربضان الله محان أجر فربضان اسكد يعني رواه مسلم وعن صوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حري من صلى روحي كذا على جناسة جناسة دوشيت كنت كذا فله قراد قراد بولي أجر بور لك بولي وإن شهد هذا حاضره وقوب شوق نقض دفن هادو قتان كيدي أستان كيدا فله حليه قراطان لما أجرب ليه القراد قرادك يعني مثل أحد أحد وكلواي رواه مسلم وابن ماجه ورواه ابن ماجه ورني أيضا من حديث أبي بن كعب وزاد آخره آخر كسو حسي يدي والذي نفس محمد بيده الله نفت نبي محمد قعنتي زي كجرتان كنارتي القراد قرادك أعدم وكوية من أحد هذا أحد وكوية وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحولي من تبع الروح الراعة جناسة جناسة يميد حتى يصلى عليها إلى أن تلقيت كان يدوش هذا فإن الله حاوصنا ذي قرادا قراد باوصنا ذي وأجر وين أو بورلي فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال له ويدي صحابة وحاني قرنه النبي قال ويدين شراني عن القراد بقى ويدي قرادكم حوية قالوا حري مثل أحد وأحد وكلا أجر له وفي رواية قالوا حي يا رسول الله رسول كلاه مثل قراريدنا هذا ما قراريدنا وكلا قراريد يقو حوية قانين شلمك شلم هذا مركز لسيج تشبيه صرف كود قالوا حري الله ميا بل اسكده ومثل أحد وأحد وكلا وحلم أو أعظم مكوين من أحد أحد كوين رواه أحمد ورواته الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حري من واكما روح أصبح وابرست منكم إذن كمدا اليوم ما أنت صائما حال يمت صوما قال أبو بكر إن أبو بكر بو حري أنا فقال وحري من واكما روح أدعم قوديي ومنكم إذن كمدا اليوم ما أنت مسكينا مسكين قوديي قال أبو بكر إن سيد الصحابة وحيري أنا بلد كواد بلد لباد بلد صدحات وأنا قاعد أسكلم فقال وحيري نبيك صلوات الله والسلام عليه من وكما روح عاد بوقضي مريدا بالوشي إذا يمين ومنكم إذن كم إذا اليوم ما أنت مريدا مثل رمبوقضي قال أبو بكر ما وحيري أنا فقال وحيري من تبع
واكون مثك الراعي منكم انك اذا كبد اليوم ما انت جناسة جناسة راح. قال ابو بكر بوحر انا فقالوا حر ما اجتمعت ما كل مان هذه الخصال ارمها ايغاهيكم كل مان غد ولقود في رجل منكم كل مان في يوم مال لحديكم كل مان الا دخل الجنة الا جنة قليل سديد الباب ذو نمبا لوغيري واتي حديث كلا روايك لا يتلمامس فهل يدعى احد من تلك الابواب روح ما لوغيري الباب ذا دمانتو قال نعم وارجو ان تكون منه اترغيب بورنتي ليسكو بوريه وبابي في كثرة المصلين كوتو كنيا فربدني دودي على الجناسة جناسة كوتو كنيا ايو على التعصية هي تعصية دي الروح الغدين تين لو تعصية ايو بورنتي ليسكو بوريه شمع عين لو بديو قف كميت كادنت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحيد ما من ميت مثل تي مجر ويصلى عليه دوش ساي كتكتو أمة أمد أمد من المسلمين مسلمين تكمدا أمد يبلغون قاري 100 بقل كلهم دمان تودنا يشفعون أو إرقين يلغو إسلقا إلا شفعوا ولوغي إرقيا ولغا إرقا أقبل فيه لحدي سا إرقدي أيو إرقيين أي لوغي إرقيا لغا إرقا أقبل رواه مسلم والنسائي والترمذي وعنده عند ترمذي وحيه 100 بقل إيو فما فوقها وحي كخري. وعن كريب كريب وحال غوري ان ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس مات له وحاول انت ابن ويل يعني او دلي ايا بالقديد ماشي قديد اللي يراه كل انت او بعصفان ام عصفان ماشي اللي يراه كل انت فقال وحول يا كريب كريب وتلميذك ارضي ابن عباس انظر فيري ما اجتمع له وحاوص كل مي داد انتين ليك با قبرك تشوغا مجتمع يعني انت وصو كل انت له يسقوا من الناس دتك كمدا قالوا حي فخرجت وان صوبحي فاذا الناس وابيض قد اجتمعوا اي سو كل من فاخبرت بركاسان او ورمي دتك وا يمادين فقالوا حوري تقول ما ليدهي هم يغو 40 افرتن وي قالوا حي قلت عن نعمها قالوا حي اخرجوه بحيه مركميتك فاني انا سمعت وحان مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحان كم مغلي يقول يسقوله ما من رجل نن مجره وجريا على الغالب رجل انت بدن قال له هل قبصداي دمر كنا كل جرا مسلم مسلمه او يموت لمنيا او فيقوم او استاغ فيقوم او استاغ على جنازته جنازتي سيميت كيس دوشيسا 40 رجلا نفرت نينو لا يشركون بالله الهي ان لو ذاكرين شيئا شيئا ان لو ذاكرين إلا شفعهم الله إلا إلهي ويرقينيا يعني وكا إرقا أقبليا فيه الحديث إلا شفعهم الله إلهي ويشفعيا يعني فيه أي في هذا الميت رواه مسلم أبو داود وابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حرما من رجل من مجره رجل يصلى عليه دوش سيكوت كان 100 بقل إلا غفر الله له إلا إلهي وود مدافعه سبحانه وتعالى رواه الدبراني في الكبير وفيه مبشر بن أبي مليح لا يحضرني إغصاد عما يحاله حال كيس وحيري قلت أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات من رواية شعب عنه ولحديثه هذا شاهد صحيح من حديث أبي هريرة كما بينته في أحكام الجنائز. وعن الحكم بن فروخ قالوا حي صلى بنا ابو المليح ابو المليح بان توشي على جنازه جنازه شيد بن توشي فظننا وحن املين انه سقو قد كبر انه تكبيرتي انه صلاه دي قال وان املين فاقبل ونسو قابلي علينا دشيد بوجهي وجهي قيس اي نسو قابلي فقالوا حي اقيموا صفوفكم وصففك نتوسيه ولتحصن سي ايو هاجاكتو شفاعتكم ارجدي نو سي ايو هاجاكتو قال ابو المليح وحي حدثني عبد الله وحي شيغي عن احدى امهات المؤمنين ويوين كمؤمنين تمدد وحي شيغي
وهي يضرب ميمونة ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي حاسكي ساهد قالت وحيت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي ورم قال وحر ما من ميت مثل تيمتشر ميت كاسو يصلى عليه دوش سايكوت كنيان أمة أمضوا من الناس ذاتك كاملة إلا شفعوا ولقي أرجع أقبليا فيه ميت كاس أي ورقيين بلقي أرجع أقبليا فسألت أبا المليح بن سؤالي عن الأمة أمد محل وقتشي ذا وعدد تيلك قال وحر 40 أفرتا رواه النسائي وروى ابن ماجه يوري عن عمرو بن حسب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر ما من مؤمن حديث كان تعسيدي وكسب سين باب كيلا بعد ما من مؤمن مؤمن مشره او يعزي او تعسيه اخاه ولا الكي بمصيبه المصيبه كدعدي او تعسيه الا كساه الله الا اله وحوه وين يا سبحانه وتعالى من حلل الكرامه كرامه هي شرفت اسكو جوغيده دي حلل وحالي الا بمر او كسته او اسكو ميد بدلد اما اسكو جوغ ايا ليراها من حلل الكرامه كرامه اسكو جوغيده با لهويا يوم القيامة مالك قيامة صحيح هذا يكون صحيح يقولي كون بقول يا سقاش نيشم الترغيب بورنتي ليسكو بوريب باب يحي في الإسراع دق دقي بالجناسة جناسة يميت كل اللي دق دقو يو تعجيل الدفن آسيتان كي ميت كل آسي إن لدتشيو أن لصيدقن آد بعدتك غاركود ميت كتعدي وسميانو يقف دي بدك راوحون يا يان لقى آسي ميت كيو أفريكا كل انت قبل دي باسوا صعدة ميت كيو محال لو عقابية ويل كيسي باسوا صعدة وبحير هو يلا يان لقى آسن بارني ما بين بينا لسك دون دون يا محوك كتر يا قف كان وارد انت هاي قرقي سي رسمي قهاب وتقي ودعيه وحي كلا دو قبن كرتادات كسو قاعدو ويدو تعصيديسة يعني ها عقابين أسرع ددشية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قل أسرع ددشية بالجناسة جناسة ددشية فإن تكو هديت أي صالحة مدون أكسن فخير خير با تقدمونها إليه حقي سادو هرمر نسا وإن تكون هديت أي سوى ذلك تا وحكسو هر هديت أي وقف عنوية هنا فشر شرباد تدعونه كذا جنسان عن رقابكم قورهين شرباد إصلافين إسانة شركة ددشية إصلافية هذا قف عمية رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن عبينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان وحوها في جناسة عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص جناسة سيبها رضي الله عنه وكنا وحنه نمشي كوص عنية مشيا صعده خفيفا يعني مركب فضود فلحقنا وحن صهل إلى أبو بكرة رضي الله عنه فرفع كرب وقاضي صوته تشيد الكيسي ونوبع يوحي نوسي دايميتك لا صعد الله أرضى وقال وحيله ولقد رأي لقد رأيتنا وحان يسرقنا عن سقرننا والحال نحن أنقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى الشرك سألنا نرمل أنقوا الرعليننا رملا رعلي رواه أبو داود والنسائي آد إن لو لو أردنا لو باهنا إن لا لو دميتكنا لو باهنا الترغيب بورنتي ليسكو بوريه بابي في الدعاء دعادي للميت ميت كلو دعيني يو إحسان الصناء أمانتي إن لها قاتشي عليه ميت كلا أماني يو الترهيب ديجتانكي ليس قدقي يعني من سوى ذلك انت وحيك الصهر وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وحيك كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا فرغ هدو كفارق من دفن الميت ميت كدوجتانكي سيهدو كفارق وغفه واستاغي عليه دوشي سو استاغي نبي فقالوا حرني استغفروا لاخيكم ولكن دمدافو الضلبة الهي دمدافو ويدية واسألوا له وحد ويديسان بالتثبيت سعاش انو الهي كسوه ويدية فانه استغل الان هدا اي يسأل لو ويديني يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري يعني مروا وحي صومريا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قودوشي وحي صومريا بجناسة جناسة يميد بي صومريا فأسنوا عليها مركزي كو أمانين خيرا خير بي كو أمانين
فقالوا حري وجبت وواجبتي ثم مروا ويصوم مريين بأخرى متكلو فأثنوا عليها وحيكوا أمانا شرا شر فقالوا حري وجبت ويواجبتي ثم قالوا حري إن بعضكم بركين على بعض بركك أدوشيسا شهيد المرخاتب كوية شهداء الله في الأرض باتين عمل ككيسة خير كالله السمعيو يغفكو السمعيو يمتكيسة شركة مرخاتب أتكتي رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه مر وحال السومري بجناسة جناس أي السومري فأثني عليها مركاسا لغو أماني خير خير بالغو أماني فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوري وجبت 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 صدح جربي وي واجبتي وي واجبتي وي واجبتي ومر بجناسة جناس أي السومري فأثني مركاسا لغو أماني ولغو تلمامي لغو أماني ورجميني عليها شر شرب على قوت المام فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله بوحر وجبت 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 ويواجبت 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 فقال عمر بوحر فداك أبي وأمي يا رسول الله أباه يهو يدي الله وفد رسولك الله مر بجناسة جناسة لسومري فأثني وال أماني عليها دشيد خير خير بالغ أماني فقلت حاتري وجبت 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 ومر بجناسة جناسة والسومري فأثني عليها دشيد وحال قلت المامي شر فقلت حاتري وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حولي من أثنيتم عليه خيرا روحا دشيس خيرك أمانتين وجبت له الجنة جنة واجبت ومن أثنيتم روحا دمانتين عليه دشيس شرا شراتك أمانتين وجبت له النار نار واجبت أنتم إذنك شهداء الله مرخاتي ياشي إلهي باتيين في الأرض أرلد لحيو ذا كسبنا رواه البخاري ومسلم واللفد له والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن أبي الأسود أبي الأسود حال قوري قال وحوري قدمت المدينة مقال هذا مدينة صوغلي فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بان الفريستي فمرت به محا صومرتي جناسة جناسة صومرتي فأثنوا وي أمانين على صاحبها تناسدها صاحبك ذي خيرا خير كوامانين فقال عمر بوحي رضي الله عنه وجبت ثم مر وحال سومري بأخرى متكلة فأثنوا عليها وي أمانين على صاحبها صاحبك ذي وحي كوامانين يعني وحي كوت المامين بالوشي ذي خيرا خير بي كوامانين فقال عمر بوحي وجبت نفي عن بوها وسوم شري وصلاة بضنا ثم مر وحال سومري بثالثة متضحات فأثنوا وحي كوت المامين على صاحبها شرا شر بي كوت المامين فقال عمر بوحري وجبت قال أبو الأسود بوحري فقلت وحنين ما وجبت يا أمير المؤمنين ما حاو واجب يا أمير كي مؤمنين تو قال وحري قلت وحانري أبو بكر عمر بوحري قلت وانري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي قصدو يري أيما مسلم مسلم كي كستا شهد الله أيو مرقاتك عان أربعة نفر أفر روح بخير خير أيها مرخاتك عان أدخله الله إلهي وحوقلنيا الجنة الجنة أيوقلنيا قالوا حلو فقلنا وحان وسلاسة صدح قفك أيها مرخاتك عان كورا قالوا حلو وسلاسة صدح نواصدع قالوا حلو وسناني فقلنا وحان وسناني لبنا كورا روحي لبقف أيها مرخاتك عدو قالوا حلو وسناني لبا روحي أيها مرخاتك عدو نواصدع ثم لم نسأله ما ننوي دينين عن الواحد متك كلية ما نويدين رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلما من مسلمين روح مسلم ومشر ويموت لمنية أو فيشهد له أي مرخاتك عيان أربعة أفر أربعة أهل أبيات يعني دد قريهود أفر قري أفر ددكو أي مرخاتك عيان ومن جيرانه درس كيس كمدة الأدنيين كوي أدوى أن إنهم يبو لا يعلمون إن يكوئين أي شيئان إلا خيرا خير بويان إلا قال الله إلهي بو حكورنيا قد قبلت واندين كأقبلي حاندين كأقبلي علمكم أقال كين فيه لحديثات كوئين وغفرت له وانو دافي ما لا تعلمون وحيدا أقين أغرصونان وانو دافي رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيح أبو يعلى ابن حبان أيا ورني وصحيح وذكورني ورواه أحمد باورني عن شيخ مكورني من أهل البصرة لم يسمه أنو مقعاب
كاس عن ابي هريره الكورنيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه حال نبي كورنيه عن ربه عز وجل ربي كورنيه ما من عبد ادون مجره ادون كو مسلم مسلمه ادون كو يموت لمنيه او فيشهد له اي مرقاتك عيان ثلاثه ابيات من جيرانه سدح قري ودرسكي سكمي ددكي درسكي سها الادنيين اودوا بخير خير اي مرقاتك عيان الا قال الله عز وجل الا اله بو حورنيا قد قبلت وان اقبلي شهاده عبدي ادون كيغ مرقاتكي سياد كو مرقاتك عدين على ما ادون كيغ مرقاتكي سوان اقبلي ومرقاتك عي على ما علم وحي اوغاين اي كو مرقاتك عين وغفرت له وان ضافي ما علم وحن اوغاين اني او ضاف. وعن ابي قتاده حارث بن الربيعي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها اذا دعي الى جنازه جنازه دي لو يرو سال عنها وويديني فان استني عليها خير هذه خير لو امانه قام واستغى فصلى عليها وكتكري وان استني عليها هذه لو امانه لو شيغو غير ذلك كاوحان هين قال لاهلها اهل كذا وحكورني شانكم بها حالك انك قلت كنت كذا اذن كوشي اذن كاسكالي ولم يصلي عليها كما نتكن مركا غفك حن مع السيدة لي مادة امامك ايو ننك شيخ ايو عالمك مقالة ايو امامك مساجدك ايو وانا كنت كن هذا غف تارك الصلاة ما ولقيت كن با مساجد هذا لو خصوا يا مكسال ليه محاو قلت كن ويدينو قبيالد ما قبيالد بكو اسلامي يعني روحي قبيالد كو اسلامي ماي. رواه احمد ورواته رواته الصحيح عن مجاهد بن جبر وحال قوري قال وحيل قالت عائشة رضي الله عنها وحيتري ما فعل يسيد بن قيس يسيد بن قيس محوسمي لعنة الله قالوا حين قد مات وودنتي قالت وحيتري فاستغفر الله إلهي بأن دمرافه ويديني فقالوا لها وحيكول هذين ما لك محاكوس ناضي لعنتيه وادنا على الشيء ثم بين قلت وحاتري استغفر الله إلهي بأن دمرافه ويديني سيأيس وافقيس قال وحيتر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد لا تصوب الأموات كورد انتيها عاينة فإنهم يقو قد أفضوا حي لكل من إلى ما قدموا وحي هور مرصدين عمل كودي بيهور تشوغاني وحبيد انكو هكا شيقين. رواه ابن حبان باورني في صحيحه وهو عند البخاري دون ذكر القصة بخاري بكسب يدو عن قصة يعني مركا لصعون ولأبي داود إذا مات صاحبكم صاحبك إن مركود انتو فدعوه يعني كتغا لا تقعوا فيها كل عين وحبها كشيغنا روح انت. قال الحافظ وحلو وتقدم وحين وصو ورمري حديث أم سلمة الصحيح هنا قالت وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحور إذا حضرتم الميت ميت كمركا حاضرتان روح انت فقولوا خيرا خير لها فإن الملائكة ملائكته يؤمنون وحي آمين سنيا على ما تقولون وحاد ليدهين أي آمين سنيا إلهي وحويدي سننا سبحانه وتعالى عمر جينا إنه عافمات كل ما نيو عافمات كينا تقوى كل ما نيو علم جينا نعمل فلو كل ما نيو اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا.